لم يتبقى سوى أيام قليلة على العرس الديمقراطي للانتخابات البلدية ومجالس المحافظات اللامركزية، حيث تشهد المملكة حراكا انتخابي وأخذ الحديث عنها المساحة الأكبر على الأجندة المحلية بكافة تفاصيلها. هذه الانتخابات التي تأخذ جانبا جديدا هو إجراء الانتخابات اللامركزية التي تهدف إلى إيجاد مجالس في المحافظات تعنى بتوفير المناخ المناسب للاستثمار والتنمية والمحافظة على ممتلكات الدولة وتطويرها في المحافظات. وبين مشارك وغير مشارك في هذه الانتخابات يبقى عدد كبير يجهل قانوني البلديات واللامركزية من حيث آلية الاقتراع ومهام وواجبات هذه المجالس. إن شاء الله عارف كيف فهم قانون اللامركزية؟ مش كثير والله. إن شاء الله فاهمش عن قانون اللامركزية الجديد؟ اكيد لا، بس لانه مثلا بتعرف شخص يعني مثلا في منطقتك، بتعرف انه اخباره طيبه، بتعرف انه بيساعد الناس وراح يكون ان شاء الله بخدمه المجتمع، هذا انسان بيستحق. اما غير هيك والله ما بعرف. اما هو المفروض يكون في نبذه عن طبيعه المجلس، عن زي مثلا عمل منشور في مثلا تشوط المنشر او على طريق التواصل الاجتماعي او البرنامج الانتخابي، شايف اللي يكون الإنسان يعني المواطن الأردني على دراية يعني شو البرنامج كامل. فهمت علي؟ ولا مركزي عندك اطلاع لهذا القانون ودور اللي راح يكون يأخذ المقعد اللامركزي اللي هو المركزية؟ بالأمانة راح يكون مقعده اللامركزية. نعم راح يكون بالأمانة مثل البلدية بالأمانة. يعني ما عندك اطلاع؟ لا والله. بلدية مركزية. عندك اطلاع ما هو قانون اللامركزي؟ والله بعرف انه المقر المركزيه مسؤول عن كل الاوضاع، يعني كل بتكون مسؤول عن كل ما يصير في البلد، يعني الاوضاع التنمويه بشكل عام. نعم. طب عندك اطلاع كيفيه تشكيل المجالس بعد ما تنتهي؟ يعني والله بنشوف بعد ما بعد تشكيل، يعني بنشوف شو بيصير معهم. يعني مو اطلاع بشكل عام مفصل. انا اللي بعرفه يعني على معلوماتي انه المسؤول المركزيه بتكون مسؤوله عن كل القوانين والتشريعات وكل شيء اللي بيصير، والبلديه مسؤوله عن اوضاع البلد، عن اوضاع البلد، النمو البلدي يعني. اكيد يعني لانه هاي انتخابات، يعني من حقنا احنا نرشح نشوف اللي بنشوفه مناسب، فاكيد اني راح اشارك. عندك اطلاع بقانون اللامركزيه وكيفيه تشكيل المجالس، مجلس التنفيذي والمجلس المحلي؟ هو التفاصيل كاملة يعني للأسف مش مطلعين عليها، يعني يفترض انه يكون في يعني برنامج خاص، يعني يكون عن طريق التلفزيون يبين كل الجوانب اللي متعلقة في هذا الأمر. شارك ليش ما يشارك؟ عندك اطلاع عن قانون اللامركزية؟ والله لا، بس مش بالديتيلز يعني، بس بصفة إجمالية، بصورة إجمالية. قالت بدك تشاركي بالانتخابات؟ اكيد. نعم اللامركزية البلدي. والله باذن الله تعالى. عندك اطلاع عن القانون اللامركزي؟ يعني سمعتي عنه؟ والله بسمع عنه كويس، اذا بيزبط زي ما هم حاطين الخطه بيزبط ان شاء الله.